مش قلت لك هتثبتي نفسك بسرعه؟ ما لحقتش، دول هما يومين اللي اشتغلتهم. يا بنتي ده مدير الحسابات كان لسه عندي عمال يشكر فيكي وبيقول لي شكرا ان انت رشحتيها. والله ما عارفه اقول لك ايه يا ندى، بجد شكرا. يا بنتي شكرا على ايه؟ انا لو مش عارفه انك قد المسؤوليه عمري ما كنت رشحتك. والشغل ما طلعش صعب زي ما انا كنت متخيله، واليوم بيعدي هوا. المهم انك مبسوطه. مبسوطه جدا والله، بجد والله ما عارفه اقول لك ايه. شكرا تاني. الله، ما هو انت صاحبه الفكره، طيب اعمل لك ايه؟ طب يلا روحي بقى كملي شغل وانا هجي لك افطر معاكي. بابا لو انت كنت حيوان كنت تحب تبقى ايه؟ فيل. ليه؟ عشان لو ماما احتاجت حاجة وهي بعيدة انا اقولها لها بزلومتي. فكرة حلوة؟ يلا حبيبي روح. رامي على فكرة بعتلي ايميل تاني بيسلم عليكم كلكم. الو ايه يا نجم؟ شفت اللي بعتته؟ ايميل تاني. والله يا ابني ما عارف المفروض نعمل ايه. عندك حق. طب ايه هنتقابل امتى؟ ماشي خليني انا اكلم اسماء بس يا رب ترد عليا. لا لا بترد عليا عادي يعني بس ممكن تكون نايمه. ماشي حبيبي ماشي انا هاكد عليها تيجي ان شاء الله. يلا ماشي يا زيزو. سلام سلام. الو. دي تاني مره تلمحوا الموضوع ده وكل مره انا بسكت. يا اسماء ما حدش بيلمح ولا حاجه. بس على فكره فعلا الموضوع غريب ولازم كلنا نفهم مين اللي بيعمل كده. فعلا هو انت مش شايف معنى كلامها؟ معنى كلامها كله ان انا اللي ببعت الايميلات. ولو مش انت هيبقى مين؟ انت اللي متخانقه معاها وانت اللي مقطعنا كلنا تقريبا وانت اللي اتكلمتي عليها بغل قدامنا. ما خلاص يا ياسمين بطلي كلام بقى. هو انت هتفضلي تطبطبي عليها لحد امتى؟ عماله تدمر في نفسيه ندى. طب ممكن نهدى ونتكلم بالعقل. على فكره احنا جايين عشان نعرف مين اللي بيبعت ام الايميلات دي، مش هنحول بقى الموضوع لخناقات شخصيه ما بيننا. لا انتوا مش جايين عشان تعرفوا مين اللي بيبعت الايميلات، انتوا جايين عشان تضغطوا عليا وتحاوطوني عشان اعترف بالقرف والاوهام اللي في دماغها. اوهام؟ على فكره انا مش مطالب مني ان اصلا ادافع عن نفسي، ولو كنت كلفتي خاطرك وسالتي ندى كنت عرفت ان احنا الاثنين صالحنا ومن زمان. طب يا ستي اسماء طالما انتوا اتصالحتوا ايه اللي مخليكي واخده جنبه بعيد عننا؟ ليه مش بتيجي تقعدي معانا؟ علشان مش عايزه اشوفها هي. وعلى فكره انا قدمت السي في بتاعي في شركه ندى وعملت انترفيو وخلصت كل حاجه، وبعدين عرفت ان الاستاذه هتشتغل هناك فما كملتش. طب خلاص اهدي اهدي لو سمحتي. انا مشكلتي مش مع ندى، انا مشكلتي معاكي انت، ودلوقتي مشكلتي معاكم كلكم، عشان اللي يصدق حاجه زي دي عليا ما يستاهلش اصلا نبقى اصحاب. يا اسماء اهدي، اكيد ما حدش قصده يزعلك. لا اهدى بقى ولا ما اهداش. هي التجميع دي من الاساس كانت غلط. بطلوا بقى كذب وتمثيل، احنا كلنا اتجمعنا علشان ظروف ندى، ولولا ظروف ندى اللي كنت عبرتوا بعض ولا اتكلمتوا بعض تاني. لا يا اسماء الموضوع ابسط من كده. بعد كده ليه؟ وبعدين من امتى بتتجمعوا من غير ما تقولوا لي؟ واسماء كمان هنا. صحابك يا ستي عاملين لي كمين، عايزين يمسكوني متلبسه. خلاص بقى يا اسماء. مين متلبسه فيه؟ مفيش حاجه هنتكلم بعدين يلا. ولا اي حاجه. عارفه دايما كل ما بنتجمع بتحصل كده، دايما خناقات تافهه. هنعمل ايه بس؟ ما تقولش تافهه، قول حقيره قول قذره. والله ما حد تافه وحقير غيرك انت. اوعي تفتكري شويتين اللي انت عملتيهم دول دخلوا عليا. كفايه بقى، ممكن تسكتي؟ اسكتي. ايه هو انت صدقت انت كمان؟ طب ايه رايكم يا جماعه؟ مفيش حد عمل كده غيرها. تعمل ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. تعالى اوصلك العربيه. المجنونه دي بتقول ان انا اللي ببعت لك الايميلات. ايميلات؟ ايميلات ايه اللي بتبعتيها؟ ايوه انت اللي بتبعتي ايميلات رامي. رامي؟ لا طبعا مش هي اللي بتبعت الايميلات، رامي اللي بيبعت لي الايميلات. لا مش هو، رامي مات. رامي كان معاك في العربيه يوم الحادثه ومات. يا ندى ندى في ايه اللي حصل؟ حد عكسك؟ طيب يا ندى ردي عليا. ندى طب اقفي اقفي. انت شفت خلاص 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 هو اللي بيحصل ده طبيعي يا عم؟ راحتك خلاص. نعمل ايه طيب؟ هنبص ايه ده؟ هو مين اللي المفروض يشوف، هي ولا هو؟ يا ندى حصل ايه بس؟ ممكن تعرفيني؟ يا ندى ردي عليا. باقات الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.